فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم. انا لما ابتديت اعمل الفيديوهات ديت كان نيتي ان انا انقل كل حاجة وحشة شفتها او غيري شافها بطريقة جميلة بضحك يعني، بس بعد الترحيب وبعد الطريقة الجميلة اللي الناس عملتها معايا دي، لا انا هنقلها وهي وصريحة واللي يحصل يحصل. بص يا معلم، انت دلوقتي مصر كلها عايزه تشتغل، الشباب مستعجل جدا وكله عايز يشتغل في الحوادث بتاعت العربيات، وعايز يشتغل في تجاره العربيات، وعايز يعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. خلي بالك يا معلم، ما تبقاش مسعور، عشان الحوار ده فيه حرمانيه، زي ما هو فيه حلال وفي حرمانيه جامده، وفي حاجات حرام جدا كانك بتشتغل في المخدرات فيها. وهقولها لك ازاي. انا عندي 34 سنه خلاص، من وانا عندي 12 سنه وعندي حلمين، ان انا اركب عربيه حلوه جدا متعدله انا اللي عاملها، وان انا افتح مطعم. وكنت بروح بقى اقعد اذاكر مع الشيفات واعمل مش عارف ايه واخش مطاعم واتعلم وبتاع، وبالليل اقعد مع ميساد السمكري خلاص. وفضلت اقعد 7 ساعات مع ميساد السمكري لحد ما وصلت الراجل ده كان فنان، كان العربيات بتدق لها رقم يعني شرعي بتيجي. الراجل ده كان بيجمع العربيه في 3 ساعات، اقسم بالله عربيه 5 حتت كان بيجمعها ويقفلها في 3 ساعات. تخيلوا، قعدت 7 سنين بتعلم الحركه دي بس، وبتعلم ازاي الراجل ده بيعمل كده، ومعرفتش اشتغل بايدي، بس عرفت ان انا ابقى اتعلمها يعني. وصلت المرحله بعد 7 سنين في 17 18 سنه كده، عرفت ان انا لو العربيه 60 حته هعرف اجمعها، هعرف اسحب الزرجينه بتاعتها ازاي، واعرف لما تخلص العربيه البنطه بتاعتها اعمل ازاي، واعرف الزومبا تيجي منين، وامتى اقطع، وامتى الحم، وامتى ارجون، وامتى اكسجين، واللي فاهم في العربيات عارف انا بقول ايه. جيت 17 18 سنه ابتديت اشتغل في العربيات، بقيت قوي الحمد لله. عرفت ان انا اجيب حادثه هعملها، وعرفت ان عربيه 5 حتت هجمعها في 5 دقائق. عملت عربيتين، جبت موتوسيكل 400 على طول كده ب 20,000 جنيه حادثه. اتغريت، فتحت فين بقى؟ فتحت في لايك ستيب، وجبت 2 من فلاحين كده عيال جدعان بتوع شغل، وربنا كرم. لا دي مش معلش، ربنا كرم. واشتغلت ايه بقى؟ ما اشتغلتش بقى سمكره ودهان زي ما امه لا 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 الله شغاله، لا اشتغلت حوادث وقطعيات ولحمات. عربيه بمليون جنيه اتخبطت من جوه، تعالى هرجعها لك جديده، بعرف ارجعها جديده، وعرفت ارجعها جديده. دب دب مسكت 200، مسكت 300، وفضلت شغال في الدره كده، وفضلت اعمل عرب فلوس. اشتغلت مع السياحه والجمارك، وفضلت اعمل فلوس متخلفه. وصلت ال 800، وصلت المليون، وكسرت المليون، وبقيت عيل صغير راكب بي ام، وراكب موتوسيكل ريس، وراكب عربيه نيسان بروح بيها الحرفيين وباجي بيها الحرفيين، والبي ام بتاع بالليل والريس بتاع النسوان خلاص. اشتغلت، المهم وصلت للمرحله دي، لحد ما رحت يوم في الحرفيين لقيت راجل بيولول معاه كروز. في ايه يا عم؟ قال لك العربيه دي انا اشتريتها وانا تاجر، وبعت دهب مراتي والحاجات اللي هي بتاعت الافلام اللي بتتحكي دي، والعربيه اتخبطت بنبص لنا 3 حتت، حد يعرف يرجعها لي؟ المهم ببص على العربيه كده لقيت ان العربيه دي انا اللي عاملها من سنه. المهم عملتها للعربيه، الراجل عملتها له، رجعتها له جديده تاني. الراجل عزمني في بيته، رحت دخلت بيته اتخضيت، عياله كلها، واحده دكتوره واحده مش عارف ايه، عم رزق ازيك عم رزق، واحدة دكتورة واحدة مش عارف ايه واحدة مش ايه. الكلام ده كان من 7 سنين يعني، من 5 سنين والله حاجة كده يعني. واحدة دكتورة، حاجات تفرح، وانا بقى اللي كنت هلبس العيلة دي كلها في الحيط خلاص، وانا ما بشتغلش سمكرة ودوكل عادية، لا انا راجل بتاع دواخل برضو، اللي شغال في المجال عارف يعني. انا بعمل حتة قد كده باخد فيها 5000 جنيه، غير الشغل النظيف يعني. احنا بنعمل الحتة اللي مش عارف دعكة فين ودعكة فين ورجعها وسلمها مش عارف ايه الكلام ده كله. المهم رجعت، حلفت اقسم بالله العظيم 100 يمين حلق. رجعت من البلد، الراجل ده كان من المحله، رجعت قلت اقسم بالله انا مش شغال الشغلانه دي تاني خلاص. ايه كان اخويا في السعوديه عنده مصنع في السعوديه، المهم رحت عملت عمره عنده وبتاع ومش عارف ايه، ورجعت من العمره قلت بقى ايه خلاص، مصر بقى كلها عايزه تشاركني، واصلا انا معايا اكتر من 2 مليون جنيه فلوس ناس بشغلها، لان انا بجيب عربيه مرسيدس ب 800,000 جنيه بشتريها، بصرف عليها مش عارف ايه، ببيعها، ما حرام بقى، فلوس حرام، خد شغلها. وفي المهنة بتاعتنا دي في ناس اسمها الخزنة يعني، في ناس اللي برضو اللي شغال عارف كده. المهم ان انا عملت الكلام ده كله، رجع انت حبيبي انت لازم تركب بي ام معدلة، ماشي يا حبيبتي. شعراوي انت صاحبي لازم تركب مش عارف ايه، ماشي يا حبيبي. انت مش عارف ايه، ما هو انا شعراوي ده بيبيض فلوس خلاص. المهم يا جدعان انا مش هشتغل الكلام ده كله، انا مش انا هفتح مطعم. فجأة الناس دي كلها ولا كأنها تعرفني، اقسم بالله في ناس منهم ما كلمتنيش، راحت عملت لي محضر، اصلا ما كلمنيش في حاجه. طب يا عم انت استنى، ما انا ممكن اوديك في 60 داهيه. لا انا عايز فلوس. طب يا عم ايه ده، طيب ما انا هشتغل حلال. المهم خد فلوسك خد فلوسك خد فلوسك وخلاص، بس الدنيا اتقفلت في وشي. وقلت ايه، طب انا مش مهم، طب اعمل ايه؟ طيب الناس دي اتبخرت، طب تعالى بقى انا هجرب اشتغل، تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام، انت كنت عامل اعلان عن مش عارف ايه وبتاع، طب تعالى نشاركك. انا ده انا مش مطعم، ده انا اسطبل.
قلت له طيب هاجي لك. رحت اشتغلت في اسطبل خيل، اقسم بالله مسكت الاسطبل، الراجل طلع عسل، الدكتور محمد علي خلاني شريكه. اشتغلت شويه قلت لا انا عايز مطعم، مشيت من المطعم ما لقيتش، لقيت واحد اسمه محمد طلعت واحمد ابو زلات، اتنين لواءات، وكان كان لواءات وعندهم شركات عقارات، شغلوني معاهم وبقيت مدير مش عارف ايه، وبقيت علامه من علامات مرسى مطروح. خلاص سبت الكلام ده كله، عايز اروح مطعم بقى، عايز انا نفسي افتح مطعم بس معيش فلوس. طب ارجع للناس اللي هي كانت عايزه تديني ملايين، لا تعالى اسلام ايه نفتح لك مركز. خلاص هم عايزين شمال يا عم، هديك رديك، لا نفتح لك مركز. خلص كل ده، جت الايام ديت قاعد، اللي خلاني بتكلم في الحوار ده ان انا قاعد مع ناس من شويه والناس مش طايقاني ان انا مش عايز افتح كده. طب انا مش هفتح كده، طب انت خليك كده، انت مش لاقي تاكل خليك كده، انت اقعد تدور على البنوك عشان حد يديك مليون جنيه عشان تروح تفتح مطعم، ما انت المليون جنيه ممكن تجيبهم في قد كده. انا مش عايز اجيبهم. في حاجات بقى وانت في الشمال اللي انت مستعجل عليه ده مش هتلاقيه. ايه بقى؟ اول حاجه الحصانه من عند ربنا، انت ما عندكش حمايه، انت مالكش حمايه، انت كلب ولا تسوى، انت مفيش حد حميك، ربنا مش حميك، ربنا غضبان عليك. تاني حاجه الصحبه، انت كل اللي حواليك هيبقوا شمال. خلاص. تالت حاجه الستر، اقسم بالله ما ليك علاقه بيه ولا هيجي جنبك. ملخص الموضوع عشان انا وديتكم وجبتكم ما عرفتش افيد قوي، ان انا بتكلم تلقائي يعني. ما تستعجلش على الحرام، ما تستعجلش على الفلوس، ما تستعجلش على الفلوس. وحاجتين تعملهم في حياتك، تقرب لربنا قوي وتبعد عن الناس الوحشه. ما تقربش جنب واحده وانت شغال في مكان تسد نفسك تقول لك ايه ده، بس انت ازاي شغال في مطعم شكلها وحش قوي يعني، طب انا مش عارف انا في ظهرك وانا في رجلك والكلام ده. لا لا لا، تمشيش مع واحد يشرب مخدرات. انا لما ربنا كرمني دلوقتي وبقيت زي الفل، بسعى في كل يوم واروح اقدم في كارد هنا وترفض، اروح اقدم في كارد هنا وترفض، وربنا يكرمني عاجلا ام اجلا ربنا يكرمني. وكل شويه حد يقرص عليا ويجي لي يا ابني خد هنفتح كذا، هجيب لك عربيه كذا، هنعمل كذا، اقسم بالله ما اعمل حاجه حرام تاني، اقسم بالله ما هيحصل. رغم ان مصر كلها محلله اللي انا بقوله، بس انا استحرمته ومش هعمله، ومش هعمله تاني، اقسم بالله معلش انا بحلف كتير، بس اقسم بالله ما هعمله تاني. في ثانيه فانوس سحري هيترد لي وهعمل كل حاجه في الدنيا. فانت ما تستعجلش على الحرام، ما تطلعش مجهودك كله في الايفون بتاعك وفي لبسك، اشتغل. ما تقعدش تدور على مصلحه اثار، ما تقعدش تدور على مصلحه شمال، ما تقعدش تدور على واحده تفتشها، ما تقعدش تدور على واحد تعمل عليه مصلحه، ما تقعدش تدور على الكلام ده كله، ملوش لازمه. الفلوس الكتير ملهاش لازمه، الستر هو اللي ليه لازمه، الجدعانه هي اللي ليها لازمه، انك تبقى بجح ومش خايف هو اللي ليه لازمه. ما تخليش حد، الصحبه، ما تصاحبش حد وحش، ما تصاحبش حد وحش، خلي علاقتك بربنا جميله. انا نفسي اتكلم كتير قوي في علاقتك بربنا، بس خايف عشان انا امكانياتي ما تسمحليش بكده، هغلط، بس علاقتك بربنا دي تحفه. كل الناس مستغربه، كل الناس شغاله في العربيات عماله تتريق عليا تقول لي انت كنز، بس انت فقري. لا انا فقري، انا مش هعمل حاجه حرام تاني. كل يوم بترفض الكارد بتاعي، بترفض من حته، كل يوم اروح اقدم ورقي مش عارف ايه، يا عم التهبه جايه تاخد مليون، يا عم انا هفتح. واللي انا بقوله دوت انا ممكن اجيبه في 3 4 اشهر، كل الناس عارفه، والناس عارفه ان انا ممكن اجيب شغل من ليبيا، واجيب شغل من مش عارف ايه، واجيب شغل جمرك، واجيب شغل حوادث، وانقل ارقام شاسيهات، واعمل الكلام ده كله، ما حدش عارف يعيد عليا حاجه ولا عارف يطلع لي غلطه، لو قعد يراقبني اسبوع، بس اقسم بالله انا ما هعمل كده. حد من قرايبك، حد جنبك، حبيبتك، محنك، خريك، اي حد في الدنيا هيديك، هيخليك تقرص على نفسك ان انت تعمل حاجه غلط، ابعد عنه ايا كان مين هو، ايا كان مين هو. خلاص. انا واحد النهارده من كتر ما هو مش عارف يعمل ايه وعايزني انا، بيقول لي اخوك بس اسلام انت اخوك بيشرب وبتاع مش عارف ايه، وجاي قدام الناس. طب انت بتقول لي ليه كده قدام الناس؟ عايز تهني؟ لا مش عايز اهينك، بس انا بقول لك ان انت في ثانيه ممكن تبقى مش عارف ايه وترجع تاني. طب وانت قفشت في اخويا اللي بيشرب وما قفشتش فيا انا عندي 34 سنه وعمري ما حطيت حاجه في بقي، عمري ما حطيت حاجه في بقي يعني، وسبت اخويا التاني المهندس، وسبت اخويا المحامي، وسبت ابويا الديزاينر، وسبت الناس دي كلها، وجاي تعمل فيها مش عارف ايه، ويقرص كل 5 دقايق حد بيقرص عليا، وده يقرص وده يقرص وده يقرص. بس السلام النفسي جميل، واللي ما يعرفنيش يسال اللي يعرفني، يعرف ان انا كان معايا الكلام ده كله، وان انا في ثانيه ممكن اعيد الكلام ده كله، ومحدش هيعرف يمسك عليا حاجه. بس اقسم بالله السلام النفسي وربنا جميل. ولما تروح لربنا وتصلي ما تدعيش بحاجة، ما تدعيش بواحدة، ما تدعيش بوظيفة، قول إيه؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن ربنا من حنيته ممكن يعمل يحقق لك دعوة، أنت مثلا تقول على واحدة أنا نفسي فيها
فربنا يفضل مخليها معاك، بس هو ربنا عايز يرضيك لكن هي مش خير ليك، فسيبها لربنا، استحمل ربنا يرس عليك شويه لما تقول له لا تكلني الى نفسي طرفه عين. انا مش شيخ والله، بس انا مبسوط قوي ان انا علاقتي بربنا بقت جميله كده. اه معلش، ومش هتكسف، ما انا واحد ساحل وجونه وغضب ربنا غضب ربنا، وفجاه مبسوط يعني عسل وراضي قوي، وكل يوم بتعسر وكل يوم بيداس، وانا عمري ما هستسلم. علاقتك بربنا حلوه، ما تفضلش تدور على مصلحه شمال، دور على مصلحه يمين. نص الناس اللي اعرفها عايزه تشاركني في مشروعي، وعايزه تشاركني في مكاني ان انا احقق حلمي واعمل مطعم بتاعي، بس انا مش هدخل مكاني حاجه حرام، ولا هعمل حاجه حرام تاني، ولا عايز اركب بامات تاني، ولا عايز اعمل الكلام ده. الحاجه الوحيده اللي بسطت لها وانا عندي 34 سنه ان انا مش هغضب ربنا خالص، اقسم بالله ما هغضب ربنا ولا هستعجل. انا عشت الحياه اللي انت كلكم يعني اغلبنا بيسعى فيها، دلوقتي تبقى انت شغال شغلانه جامده جدا وراكب عربيه جامده جدا وعندك الشاليه الفلاني ونسوانجي ومش عارف ايه. نسوانجي ايه؟ ربنا، ربنا اعلى احساس في الدنيا كده، تقعد تجري عشان تصلي وتدعي ووش ينور عشان صليت. يعني ربنا، مش عايز اطول، يا رب يا رب يا رب يكرمنا كلنا، ويا رب يحقق لكل واحد حلمه، وانه خير لو انت شمال الشمال، لو انت شمال الشمال، لو انت كده افضل شغل دماغك على مخك، يشغل دماغه على قلبك ان هو يصفر ربنا مرتين ثلاثة، هتيجي في دعوة منهم هتبقى زي الفل وتدعي لي. وانا مبسوط، وانتوا سبب الانبساط ده، وحاجات كتير عمالة تتفتح لي وكلها رزق، واللي انا رحت فيه بشطارتي قوي ما فادنيش على قد السنة الواحدة بس اللي انا حبيت. السلام عليكم. اليومين دول ايه، يبقى في واحد مثلا بعيد عن ربنا شويه كده وغلطاته يعني مقدور عليها، اللي هو ما تجيش حاجه في رحمه ربنا يعني، فتلاقيه ايه لما يدخل في الموضوع يدخل قوي، يدخل قوي، 5 فروض في الجامع، اه دي حاجه حلوه، قران برضو دي حاجه حلوه. اللي مش حاجه حلوه بقى ان انت ايه، بتكره كل حاجه، بتوحش كل حاجه، فجاه بتلاقي عنده الستات كلها شمال، الناس كلها عنده حراميه، مش عارف مين كفار. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ تيجي مثلا تلاقيه في مكان بتاع مش عارف ايه، وواحده عدت ولا حاجه، استغفر الله العظيم، ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ بص بص الناحيه التانيه، خلاص انت كده كده انت باصص لحاجه معينه، جات الحاجه ديت خلاص بص الناحيه التانيه واستغفر الله العظيم وخلاص، انت مش عايز تزعل ربنا. لكن الموضوع مش بالطريقه اللي انت قافش نفسك بيها دي، والمشكله ان هو بيرجع اوحش من الاول. اقول لك على حاجه، انا كلمتني واحده من اسبوع كده، لو كان الحوار ده حصل من سنتين ما كانش حصل الكلام ده خالص، وكرمال هيك وبتاع وجو كده، اقسم بالله العظيم لو كان حصل من اسبوع انا كان زماني دلوقتي بتحاسب في جهنم. بس خلاص خلاص، قالوا مساء الخير يا شعراوي بتاع مش عارف ايه الكلام ده كله، انا فلانه من مش عارف ايه بره مصر، وانا كنت قاعده في مصر وانت كنت ماسك مكان مش عارف ايه بلياردو ومطعم وده حلم حياتك، وكنت واخد بطولات في السعوديه بلياردو والكلام ده كله، كنت شغال برضه في مطعم وده حلم حياتك، المهم عايز ايه يا ستي؟ هنفتح مكان ايه؟ انا عايز افتح مكان، انا براس المال وانت بالاداره. قلت بس خلاص انا هبقى ساويرس الخميس الجاي وبتاع، طب يلا مش عارف ايه، لا بس انا هعمله بره مصر. قلت يا دي النيله، المصلحه قفلت، طب خلاص مش عارف ايه، المهم خلصت، طب انا اقدر اساعدك ازاي؟ المهم مفيش مساعده، خلاص قفلنا، سلام سلام، انا مش هسافر بره مصر. بس شويه تاني راحت مكلمانا قالت لي ايه، ممكن اقابلك؟ ممكن اقابلك دي يعني من سنتين زي ما بقول لك كده، كنت زماني بحضر وبتاع وخمسة جنيه جرجيري وبتاع، كنت روقت على نفسي ويلا وخلاص احضر الاسطوانه وبتاع، وانت اجدع واحده في الدنيا، خلي بالك من المصريين مش عارف ايه، وانا حبيتك عشان انت جدعه وانت طيبه وانا مش عارف ايه وزي كوكي، فجاه هنبقى ساعتين في السخنه وجو كده الحاد زي الطين. المهم ايه، طبعا مفيش الكلام ده الحمد لله. طب انت عايز تعملي ايه؟ انا هقدر اساعدك فيها، انا عايز اعمل كذا 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 بره مصر، وانت الخدمه اللي تعملها لي ان انت تجمع لي ستاف ومش عارف ايه وبتاع، مدربين بلياردو على كباتن على وتريه على مديرين على مش عارف ايه الكلام ده. قلت لها دي اسهل حاجه والرجاله بتاعتنا كلها ايه موجوده. رحت قابلتها وبتاع، كلمت اول واحد ايه ده عيل لعيب بلياردو قوي بس حظه وحش، وهو كان مدرب وبتاع مش عارف ايه، الدنيا اتدغدغت معايا، اه جمال وبتاع، فاتح السبيكر بقى، انا حسستها ان انا ايه حسن ارابيسك في ثانيه هجمع لها الاستاف ده. المهم ايه، يا جمال بتاع مش عارف ايه، انت فين؟ قال لك انا بقى انا في مشوار يا ريس. طب تعالى، لا 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 مش هينفع، سيب اللعب واجب. قلت له لا تعالى، قال لي يا ريس مش هينفع، انا بلعب على 6 كوكتيل. يا نهار اسود، ان انا فاتح السبيكر
انا قفشت معايا ان انا مش هنزل اعلان ولا نيله، انا هلم من العيال اللي ايه اللي مالهاش حظ خلاص. المهم ايه، قلت لها طيب وبتاع، وبعدين في النص كده سالتها انت ما رحتيش شركه اللي هي شركه سفريات وهي تجيب لك الناس وبتاع؟ قالت لي انا عايز اعمل حاجه مش هينفع تتعمل في شركه سفريات، اول حاجه ان انا كل بني ادم هاخده من مصر عايز اشوف شغله قبل ما امشي هو في شغله هنا، واعمل له تيست في كل حاجه، دي حاجه. الحاجه الثانيه المكتب عايز 100000 جنيه وعلى كل واحد مش عارف ايه. قلت لها ماشي خلاص انا معاكي. المهم جمعت لها الناس والشيفات ومش عارف ايه والكلام ده كله، وقعدت حاجه كده اقسم بالله البت جدعه جدعانه كانها مورودة في باب الشعريه في السيده عائشه مثلا، حاجه كده وتد من الستات بتاعتنا دي. خلاص قعدنا جمعت الناس ومش عارف ايه والكلام ده كله، الناس جمعت واتراضت وكتبت عقود حلوه وضمنت حقوق الناس وقالت للناس كلام يطمن ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب انا لو كنت قعدت قلت بقى لا يا عم انا هروح لها، يا لهوي لاحسن نعمل حاجه غلط، لاحسن ده انا بتشعلق في رضا ربنا، ده انا ايه يا عم، ما انا كنت همنع 500 حاجه لحد، والاحلى بقى من كده وكده وبتاع، انت هتاخد كام؟ مش انا مش هاخد حاجه، انا مش هعمل حاجه، انا هتعب معاك 3 4 ايام وخلاص وايه وربنا يسهل يعني. وسافرت امبارح وبتاع ربنا كرم، وفجاه لقيت واحد من اللي كاتب العقد دوت هو كان اخر واحد مقابلها جاي لي ومعاه تليفون ايه ايفون مش عارف المهم جه التليفون بتاع مش عارف ايه. المهم بسأل التليفون ده بكام؟ قال لك ب 22000 جنيه. ايوه طب انت مسامحه في الفلوس؟ قال لك اه. انا مش عايز منك حاجه، لا انا مسامحه وبتاع، وانت ما رضيتش تاخد فدي اديتك عشان انت بقالك اسبوع ايه بتروح وتيجي ومش عارف ايه والكلام ده كله. اقسم بالله رحت راح باع التليفون وابعته لواحد صاحبي يجيب لي الموتوسيكل اللي انا نفسي فيه وخلاص. طب دلوقتي انا لو ما كنتش رحت وخفت ومش عارف ايه والكلام ده كله، ناس سافرت، انا عرفت حاجات جديده وعرفت حد جديد بره مصر وحد جدع، وعملت خير لك 500 بيت، وعشان كل دوت راح ربنا كريم ان انا بحاجه، وبرده يعني ما هو برده 20000 جنيه مش 5 جنيه يعني خلاص، وجايه بنيه صافيه كده وجايه برضا وبتاع ومش عارف ايه، وعمال كل شويه يعني الحمد لله رب عمال اتشير ان انا بعمل خير مع حد، وان ده عارف ان انا بعمل خير مع حد، وده عارف ان انا بعمل خير مع حد، وده خير ايه يا عم؟ ايه ما تتجنبش كل حاجه، ما تكفرش كل حاجه، ما يعني قصه الحرام والحلال ربنا، انت اللي عايز ربنا مش هو اللي عايزك، وربنا حنين مش بالطريقه اللي انت، الغش وحش والخوف وحش، ما تتعاملش مع ربنا بخوف، اتعامل مع ربنا بطيبه زي ما هو بيتعامل معاك، زي ما هو بيحميك وزي ما هو طيب عليك وحنين عليك. انت نفس الحوار، ما تتغشمش، بلاش غشوميه هتطلع اوحش من الاول، لا انت في طريقك زي ما انت، بس حط بقى في دماغ يعني حط في اساسياتك كام حاجه كده، ان ما يبقاش الحوار غشيم، بالله عليك ما تتغشمش، ما تتغشمش، وما تكفرش الناس كلها، وما يبقاش الناس كلها كفار، والناس كلها بتكره البلد، والناس كلها ما بتحبش الستات، ما فيش الكلام ده يا عم، زي ما في وحش زي ما في حلو، حتى الوحش لو انت حلو هيبقى حلو معاك. بس وحشتوني، وربنا يهدينا كلنا ويكرمنا كلنا ويرزقنا برزق بعض، ويبقى وشنا كلنا حلو على بعض يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. احنا قافشين بقى، قافشين الشباب، والشباب بتكذب، والشباب بتعمل، والواد بيقول انت مراتي، والواد مش عارف انت يا بنت انت مش عارف ايه وبتاع. اقسم بالله العظيم البنات والستات هم اللي كدابين، ونسبة 95% منهم، 95% منهم واكتر من 95 كدابين جدا، كدابين وقلابين، وفيهم كل حاجة في الدنيا. الشباب غلابة، انت هو الواد بيعرفك اول حاجة بتقولها له انا مش حاسة بامان، عمري ما حسيت بالامان، انا نفسي حد يفهمني، انا بجد نفسي حد يفهمني، انا عمري ما حد يفهمني ولا حد حاسس بيا. لازم بقى هو يقول لك الكلام الطبيعي، لازم يحسسك بالامان ويقول لك انت هتبقي مراتي ان شاء الله، ولازم هيقول لك انا مش هسيبك، ولازم هيقول لك الكلام الطبيعي، طبيعي لازم اقول لك كده خلاص، وكده كده انت الاحساس ده هو كده اوبشن نازل مع الجهاز، هو انت على طول ما حدش فاهمك، وعلى طول ما حدش حاسس بيكي، وعلى طول الدنيا بنت كلب وانت اللي صح يعني خلاص. هتزيد بقى في ايه يا معلم؟ ادخل بقى في العلاقه وبتاع وكده، وعيش بقى في ابتدي بقى الموضوع يعني كدب السنين، كل حاجه كدب، اول حاجه كل حاجه في الدنيا اول حاجه خلاص. تيجي انت ايه، انا مش عارف عندي شغل في المينا، ايه ده بجد اسلام اسكندريه؟ انا نفسي اروح المينا جدا، انا نفسي اروح المينا اسكندريه، ما رحتيش اسكندريه خلاص؟ طول عمرك بتصيفي في اليونان واسطنبول،
العتبة، يونان اسطنبول عتبة، عارف ان انت ما تروحتيش غير الحاجات دي. المهم تروح وبتاع، طب تعالى تنزل الساعة 3. اول ما تنزل ايه ده بجد، انا اول مرة انزل في الشارع في الوقت ده كده بجد، كانت حاجة جميلة. تفضل بقى دماغ. المهم انت ايه، طب خلاص ماشي، ده حاجة حلوة بتاع. تمشي شوية كده وانت طالع على الدائري، اول ما تطلع على الدائري انت بينك وبينها عادي يعني، راكبة جنبك في العربية وبينك وبينها، اول ما تخش على الكمين وبتاع تلاقيها بتتعدل. انت عرفت الحركة دي منين بالصلاة على النبي؟ انت بتتعدل ليه؟ ايه الجو ده؟ اول حاجه احنا ما عملناش حاجه، تاني حاجه حتى لو عملنا انت عرفت ازاي الدخله بتاعت الحركه بتاعت الناس دي؟ غض النظر يا معلم، تمشي على الدائري، ما بت مشيتش ما شافتش حاجه في الدنيا، بت حافظه نزلات الدائري كلها، حتى نزله مستورد بتاعت كوم السمنه والجعفر عارفاها، يعني مثلا مش عارفه جي دبليو ماريوت ولا تجمع اول، لا دي حافظه كل النزلات. خلاص تطلع على الطريق يا معلم، اول ما تطلع على الطريق تلاقي ايه، امها كلمت، اي مام، هما بيكلموا كده معلش، اي مام، قالت انا مع طنطي يا ماما ومامة سارة وهي بتعمل لنا مكرونه جامده هبل يا ماما، بجد انت اليوم كان ناقصك يا ماما. واصلا بقى البت من كتر الاقناع، انا خلاص يعني، يعني الصلصه جت في وشي بتاعت المكرونه، البت مقنعه جدا. يتصل بابوه، ايه يا بابا، اه ما ماما عارفه ان انا مع طنط وبناكل مش عارف ايه. بجد بابا انت فاتك يوم جامد جدا يا بابا، فاهم؟ يخرب بيتك، ايه الكذب ده؟ خلاص نمشي شويه ومش عارف ايه، ندخل بقى اسكندريه، انت ما شفتيش بقى حاجه في اسكندريه، نخش الدين، نخش عند شعبان بتاع السمك، نلف لفه غلط وبتاع، تقول لك لا انت المفروض كنت دخلت من هنا. عرفت منين؟ ابوك كان شغال في المساحه، عرفت منين؟ ما اعرفش عرفت منين. طيب خلصنا وبتاع مش عارف ايه، طلعنا الشيخ وفيق جامد جدا والبان سويسرا، عرفت الناس دي منين؟ عرفت الناس دي منين؟ يا اللي ما بتنزليش الشارع، يا اللي ما بتعرفيش حاجه في الدنيا، عرفت الكلام ده منين؟ ما اعرفش. ترجع يا معلم واحنا راجعين على الطريق تيجي تتكلم، يروح بابا مكلمها تاني، ايه باب، ايه حبيبي، لا احنا خلاص على الطريق، اليوم كان جامد هبل، وعمه اصلا ما سابناش لحظه، هو وفادي اخو ساره. خلاص يا بت انت 3D، انت مش طبيعيه، ايه الكذب، انت مقنعه جدا، يخرب بيتك انت مقنعه، انت مقنعه اقناع رهيب. ترجع بقى وبتاع، تعالى ايه اعرفك على ماما، بس ان شاء الله بقى خلفه حلوه، نشوف الحاجة، هتطلع بنت ناس كده وبتاع وليها جدع، وهنعتمد ننزل يا معلم تجمع، ننزل داون تاون، نخش على الحاجة، نلاقي الحاجة لانشات، الحاجة لانش وقاعدة مع شوية لانشات. أول ما تقعد، بس أنت شكلك يا إسلام مش سهل يا حاجة، أنا ربنا تاب عليا يا حاجة، ربنا أنتوا عاملين كده ليه؟ الله يعينك يا باشمهندس أحمد. فجأة تلاقي باشمهندس أحمد كلمني، قال ايوه فين انت انا ساره جت اهي، وبجد مامة ساره جت وكلهم قاعدين وبتاع. مامة ساره دي بنت كلب، ما كانتش معانا، ده احنا قابلناها اصلا واحنا جايين، خدناها من معادي عشان نعمل عليك النمره، وانت عارفه ان دي نمره، وحرام عليكم انتوا كلكم بتاكلوا وبتشربوا، المهندس احمد طالع ميتين وامه في الشغل، ايه الكذب ده؟ ايه الكذب ده؟ وليه انا اقعد انا وام ساره تسقم عليا وابو ساره يسقم عليا، وكل كله بياكل على حساب ابو ساره ليه طيب؟ مين اللي كذاب؟ انتوا اللي كذابين. ايوه تطلع بقى بالليل وبتاع، مش هروح غير لما تكلمني، خلاص مش هتروح بقى غير لما ايه كده، ماشي خلاص ربنا سهل وروحنا ومش عارف ايه وكده. تيجي مثلا انت تروح، المفروض تروح الساعة 2، روحت 2:10، تفتح عندها تلاقي حتى كولتون، انت اخر واحد في الدنيا دي ممكن ابكي عليه، لا رب ربنا ياخدك انت ونبكي عليك كلنا، ده انت، دي انت يا بت، انت ايه، انت ايه. تاني يوم بقى بنت نزلت وبتاع، قالوا انت فين؟ انا في حته الفلانيه. طب خلاص ما تاخر، بقول لك ايه، هو ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ اسلام انت بتشك فيا؟ لا انا كله الا الشك فيا، يعني انت ازاي بتشك فيا؟ انا ما ينفعش تشك في... بجد ما ينفعش تشك فيا، انا عمري في حياتي ما بكذب، يخرب بيتك يخرب بيتك، انا من اول ما عرفتك مفيش حاجه صح، حتى امك مفيش حاجه صح، يعني ازاي مش هشك فيك ليه طيب؟ ايه اللي يخليني مش هشك فيك؟ انت ما فيكيش حاجه صح، انتوا كدابين جدا والعيال غلابه جدا جدا. السلام عليكم. عمرو ارحم اخويا يا رب، ربنا يرحمهم، اتمنى ان كل اللي يسمع الفيديو ده يترحم عليهم، لان هم في اشد الحاجه الى دعاء، فاتمنى من ربنا ان كل اللي يسمع الفيديو يترحم عليهم. اللي حصل لهم يا جدعان كانت حاجه صعبه قوي، حاجة صعبة بجد. هما صحاب، كانوا 3 صحاب على طول ما بيسيبوش بعض، كل يوم بيتجمعوا ويقعدوا يلعبوا جيمين بلياردو، يقعدوا يتكلموا مع بعض شوية، يشربوا قهوة بعد الشغل ويروحوا. معلش يا جدعان، يا جماعة أنا بس متأثر جامد بصراحة، لأن هما كانوا أصدقائي. المهم في اليوم ده أنا ما كنتش معاهم، كانوا 3 قاعدين مع بعض، فجأة عمرو صاحبه
ناصر وإسلام شعراوي. اتصل أخوه، اتصل بيه قال له يا عمرو أنا عند بوابة المنيا اللي هي على طريق الكريمات. قال له أنا عند البوابات بتاعة المنيا والمفروض إن أنا أركب أي حاجة عشان أجي ومش عارف، يعني مفيش مواصلات. قال له طيب أطلب لك أوبر؟ قال له مش هيجي المكان ده. المهم قال له طب خلاص خليك واحنا ايه هنيجي ناخدك بعربية نصر. راح الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم. المهم قال لنصر يلا يا نصر نروح نجيب اخويا من عند بوابة المنيا على طريق الكريمات ونيجي. المهم راح نصر قال له خلاص ما فيش مشكلة ماشي يا عم. راح اسلام شعراوي طبعا الله يرحمه كان يعني امبراطور في السواقة، يعني كان في السواقة ما يعني ما فيش زيه بصراحة. المهم الله يرحمه يعني نصر كان متعود ان محدش بيسوق عربيته لانه هو اللي بيسوقها على طول، ونصر سواقته هادية ورزينة يعني. المهم اسلام ايه قال له هسوق، وهم طبعا لاجل العمر ولاجل ان ربنا كاتب لهم حاجة زي كده نصر سابه هو اللي يسوق. المهم راح اسلام سايق، وصلوا لحد بوابات المنيا وراحوا جايين مركبين اخو عمرو معاهم، والاربعه ايه رجعوا على طول في ساعتها. وهم راجعين اسلام كان ماشي على سرعه كويسه، وفجاه زود سرعته ولقى عربيه قدامه، فبياخد غرزه من اليمين اتفاجئ بعربيه تريلا كبيره واقفه على اليمين، اتفاجئ بيها في وشه. راح داخل فيها العربية، منظرها صعب قوي وانتوا هتشوفوها. العربية دخلت تحت التريلا وكان منظر صعب قوي 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 قوي. طبعا انا مش هقدر احكي لكم على اللي حصل فيهم ولا ايه اللي حصل لهم، عشان خاطر ان انا احكيه هيبقى صعب قوي على اي حد يسمعه، فانا اسف هضطر احتفظ باللي حصل لهم في جسمهم عشان خاطر هيبقى صعب أوي عليا إن نحكي أو صعب أوي على أي حد يسمعه. المهم راح عمرو وإسلام ونصر الله يرحمهم ماتوا في ساعتها، الاتنين ماتوا أول ما العربية خبطت. عمرو كان فيه الروح هو وأخوه، فحولوهم على القصر العيني وهم العربية الإسعاف مودياهم. عمرو توفى الله يرحمه، وراحت العربية الإسعاف اللي جايب بيه وودوا أخوه بس. المهم أخوه وصل المستشفى، قعد حوالي 24 ساعة أو 36 ساعة وتوفى، وكمان الله يرحمه وماتوا الأربعة. عايز أقول لكم من الأربعة من خيرة شباب مصر، والله العظيم يا جماعة والله العظيم، ولا كانوا بيشربوا مخدرات ولا كانوا بيمشوا ومشي غلط، بالعكس يعني حتى إسلام اللي كانت الدنيا مدياله وفتحله صدرها تاب ورجع لربنا، وأكيد كلكم شفتوا الفيديو ده، وما شاء الله ما شاء الله يعني الأربعة ربنا يرحمهم برحمته وربنا يتجاوز عن سيئاتهم. واتمنى من ربنا ان اللي يسمع الفيديو يترحم عليهم، لان انا كان ممكن اطلع بوشي واتكلم معاكم واحكي لكم ايه اللي حصل بالظبط وكده، بس ده الكلام ده لو انا بعمل فيديو عشان شهرة ولا عشان اي حاجة كنت هطلع ساعتها بوشي واتكلم. انا حابب ان انا اتكلم، عشان كده سجلت بصوتي بس، حابب احكي لكم الحقيقة واحكي لكم اللي حصل، لان في لغط كبير قوي في طريقة الموتى واللي حصل. انا سمعت ان محمد ناصر بتاع قناة الشرق بيقول ان، ولا مش عارف قناة مكملين، بيقول ان الحادثة كانت كتيمي. يعني ايه حادثة كتيمي؟ كانت متدبرة مثلا؟ لا يا أستاذ محمد، هو قضاء وقدر، والحادثة كانت مفجعة مفجعة فعلا يعني. والله يرحمهم الله يرحمهم، أتمنى من ربنا إن كل اللي سمع عنهم
يترحم عليهم ويترحم عليهم ويدعي لهم بأن ربنا يتجاوز عن سيئاتهم وربنا يسامح يا رب كل اللي اتكلم كلمة وحشة في حقهم، احنا مسامحين وربنا يسامحه وربنا يبارك في اي حد يدعي لهم. لاني عايز اقول لكم ان العائلات بتاعت الاربعة صعبة 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 صعبة، احنا في حالة يأس وحزن. ربنا يصبرنا، يعني ربنا يصبرنا على اللي احنا فيه. كانوا مفيش احسن من كده شباب، واحسن من كده خفة دم، واحسن من كده رجولة، واحسن من كده جدعانة. انا عايز اقول لكم ان في اصدقاء لينا مسيحيين كانوا بيقعدوا في نفس المكان اللي احنا بنقعد فيه كل يوم، وبنلعب مع بعض مثلا بالليل كده بعد الشغل بلياردو او حاجة، فكانوا بيقعدوا معانا وتعرفنا عليهم يعني صاحبناهم وكده. عايز اقول لكم ان هم يعني تعبانين قوي وزعلانين قوي على الرجالة ديت من جدعنتهم ومن ان هم خيرة الشباب. وعايز اقول لكم ان هم حلفوا ما يروحوا المكان ده تاني، وان هم في حالة يأس كبيرة وحالة تعب. طوب الارض كله زعلان عليهم اللي يعرفهم، لان كانوا حاجة تحب تشوفها. يعني ما شاء الله ما شاء الله، كانوا حاجة تحب تقعد معاهم، تحب تشوفهم، تحب تسمعهم. كانوا حاجة جميلة أوي، وكانت حاجة كويسة أوي راحت من حياتنا. الله يرحمه، ما يعني ما يغلوش ولا يعزه على اللي خلقه. بس هو الفراق اللي بيبقى صعب، الفراق بيبقى صعب أوي. وأتمنى من ربنا إن كل اللي سامعني يترحم عليهم، لأن هم في أشد الحاجة إلى الدعاء. فرب ارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم. على فكرة يا جماعة، المعربية انا حاططها لكم في الصور. انتوا انا مش هقدر احكي لكم ازاي الاصابات اللي فيهم، بس انا بيتهيألي ان انتوا لما تشوفوا العربية هتقدروا تتخيلوا ايه اللي كان فيهم. من منظر العربية انتوا هتعرفوا ايه اللي كان فيهم وايه اللي حصل له، لان المنظر صعب قوي وبشع بشع قوي. والمشكلة ان كل الاصابات كانت في الدماغ، يعني كل اصاباتهم كانت في الدماغ، فعشان كده ماتوا في ساعتها. وللأسف يعني ما يعني اجلهم وعمرهم، وربنا اللي كاتب لهم كده، وكان لازم يشوفوه لان ربنا اللي كاتبه، واحنا مؤمنين بالله وبقضائه وقدره. فالحمد لله، يعني الحمد لله. اهم حاجة تكون الناس بس الكلام وصل لها وعرفوا الحقيقة، وعرفوا ان هما ماتوا ازاي، وعرفوا ان هما شباب مفيش انضف من كده، وعرفوا ان الشباب دي تستاهل ان هما يترحموا عليهم ويستاهلوا ان هما يدعوا لهم. يا رب ارحمهم. اول حاجة عايز اقولها بس قبل ما اختم معاكم، ان عمر واخوه توفوا في الحادثة ديت، والاتنين حالته حالة اهلهم صعبة اوي اوي اوي. ونصر ده حد كان محبوب في عيلته اوي 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 اوي، والعيلة متأثرة وحزينة حزينة حزينة عليه. اما اسلام